السلام عليكم. النشاط الواضح في النشاط العلمي، الوحدة الثالثة، تمارين لتقويم الوحدة، المستوى الأول، الحصة التاسعة، صفحة 45. التمرين الأول، تقويم توليفي. أضع علامة تحت الأغذية لأكون وجبة غذاء أو وجبة غذاء ملائمة، يعني وجبة غذائية كاملة. احنا قد تعرفنا في الدروس السابقة على الأغذية من أصل حيواني، من أصل نباتي، من أصل معدني، وقلنا أن التغذية يجب أن تكون وجبة غذائية ملائمة. إذا نضع علامة كي نكون وجبة غذائية ملائمة. إذا هنا عندنا مجموعة من الأغذية، غادي نعملوا الفواكه، علامة على الفواكه، وعلى الخبز الكامل، الخبز الكامل المصنوع من القمح الكامل، ثم اللحم، عندنا هنايا الدجاج، غنختاروا الدجاج، ثم عندنا الخضر والفواكه، الخضر والفواكه، ثم الماء، ثم الماء. إذا أخذنا من أغذية من أصل نباتي الفواكه والخضر، ثم من أصل حيواني أخذنا الدجاج، ثم من أصل نباتي أخذنا الدقيق الكامل الخبز، ثم من أصل معدني الماء. إذن هذه وجبة كاملة، وجبة كاملة. ثم ننتقل إلى التمرين الثاني، تقويم توليفي. عندنا 4 ديال الصور، صورة ديال الدكتور مع طفل يفحص أسنانه، صورة بعض الحلويات والسكريات، صورة لتنظيف الأسنان، ثم تفاحة. السؤال يقول، أضع علامة زائد تحت كل ما يحافظ على صحة أسناني. إذا نخرجوا التمرين الأول، شوفوا الصورة الأولى، نعم، يعني زيارة الطبيب وفحص الأسنان عن طريق الطبيب، يعني يحافظ على صحة أسناني. نضع زائد السكريات، لا، إنها تضر بالأسنان. تنظيف الأسنان بالفرشاة والسنون، عمل جيد يحافظ على صحة الأسنان. أكل التفاح، لأننا نعرف أن التفاح يعني يحتوي على فيتامينات تساعد على صحة الأسنان. الآن نضع علامة ناقص تحت كل ما يضر بأسناني. بقت لنا صورة واحدة هي اللي غنوضع فيها علامة ناقص. نعرف أن الحلويات والسكريات تضر بالأسنان، وخصوصا إذا لم ننظفها بعد أكلها، هذه الحلويات ستصاب بتسوس وستمرض وسيؤلمنا أو ستؤلمنا أسناننا أو يؤلمنا فمنا. التمرين الثالث، تقويم المكتسبات السابقة للوحدة الثالثة. السؤال يقول، أملأ الفراغ بما يناسب للكلمات التالية. عندنا متنوعة يعني مختلفة، النمو ثم الصابون. إذا نقرأ، علي أن أتناول أغذية كافية ومتنوعة، يعني مختلفة، نكتب متنوعة، لأنها تساعد على النمو، تساعد على النمو. الجملة الثانية، علي أن أغسل يدي بالماء والصابون، بالماء والصابون قبل وبعد الأكل. إذن هذا التمرين الثالث، إذا تتبعناه فسوف نحافظ على النمو العادي، يعني والنمو الصحيح للجسم، وكذلك سوف نحافظ على نظافة الجسم كله وليس بالأسنان فقط. نغسل اليدين بالماء والصابون بعد، قبل وبعد كل وجبة غذائية أو قبل وبعد أي شيء قمنا به، يجب غسل اليدين بالماء والصابون. أعانكم الله.